انتهى الربيع اللي يقتضيه التحاصص؟ انتهى المحاصصة، ونتمنى أن لا نسمح أن لا يسمح الكتل السياسية بإعادة المحاصصة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، انتهى زمن الحرس القديم والأحزاب، رؤساء الأحزاب وسيطرتها على كل موارد الدولة والمجلس النواب والوزارات، هذا انتهى، وهناك فرصة أتت ونحن في بداياتها، ونتمنى أن نستطيع أن ننميها مع الجيل الجديد الذي أتى ولا يرضى ولا يعرف ولا يقبل بأن يكون ما كنا عليه أن يستمر. طيب، فهذه المرحلة بدت.